لحم الخضر رفع رأس العرب الجيريا دار. للأمانة هذا فخر أول شيء لكل عربي داخل الجزائر الدور الثاني. للأمانة شيء مفرح، يعني صار لنا سنين يعني كثيرة إن ما فرحنا في الفريق عربي ما تأهل الدور يعني 16، والله الحمد والله الحمد يعني الحمد لله من بعد الله ثم من بعد مجهود يعني المنتخب الجزائري، والله العظيم فرح جميع الدول العربية. الحمد لله اليوم قعدنا يعني بشارع جوار رود، والفرحة ما شاء الله يعني عارمة، جميع الشعوب العربية يعني يحتفلون مع الشعب الجزائري الكويتي والسعودي والقطري جميع من شعوب العرب. والله العظيم أنا اليوم قعدت يعني جتني سيارة جزائرية، والله العظيم يعني ما شاء الله لبسوني إعلام جزائري ما شاء الله، واحتفلت وياهم وحفظوني نشيد يعني أغاني عزيزة الجزائرية. شكرا لك أخي حبيبي. ماذا يمثل هذا الفوز بالنسبة لك كعربي؟ والله للأمانة أنا سبق وقلت لك يعني ما شاء الله يعني فخر أول شيء للعرب جميعا، من زمان يعني ما فرحنا، والله العظيم يعني من زمان يعني الحمد لله يعني بيض وجه العرب، ومجهود كان يعني طيب وحلو، وأنا بالنسبة لي الحمد لله هذا إنجاز، والله العظيم إنجاز، وإن شاء الله أنا متفائل إن شاء الله أن الجزائر راح توصل للأدوار النهائية إن شاء الله. الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك أخي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم مبروك للمنتخب الجزائري الممثل الوحيد للأمة الإسلامية والعربية، ويستاهل الفوز إن شاء الله نشوفه في نهائيات كأس العالم إن شاء الله أخي. تحيات. شكرا. مبروك للجزائر، نتمنى لهم بعد أعلى وأعلى إن شاء الله، ولمثل العرب كأس العالم إن شاء الله. شكرا لكم خوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. رفعت رؤوس العرب بأرجلها فقط. شكرا لك. مبروك لليبيا أنها فازت النهارده. شكرا. ألف مبروك للجزائر اللي فازت، وده من قلبنا احنا شعب عربي ومسلمين، والله يهني كل الشعوب العربية والحمد لله على كل شيء. بارك الله فيك اخويا. شكرا. حنين من قلبنا والله. شكرا لكم اخي. ثلاث سنين ما فرحنا، الحمد لله اليوم فرحنا، وان شاء الله فرح تستمر ان شاء الله. يا حبيب قلبي. ألف مبروك للجزائر وحضرتنا بسلال الجزائر. حبيب قلبي. شكرا لك اخي. من فوز الى فوز ان شاء الله. ان شاء الله. فرحتونا فرحت كل الشعب الفلسطيني. شكرا لكم. شكرا اخي. للأمانة كانوا 11 مقاتل في الملعب وأسود، كنت ممثل الوحيد العرب ورفعت رأس العرب فيفا القيلي 1-2-3 1-2-3 فيفا القيلي. Thank you. يلا مبروك للفريق الجزائري، وإن شاء الله تتأهلوا لمراكز أعلى، وإن شاء الله لما كنا كلنا العرب مع الجزائر مع المنتخب العربي الوحيد مثل الدول العربية بكأس العالم. وألف مبروك للجزائر. 1-2-3 فيفا الجزائر. 1-2-3 فيفا الجزائر. والله انا فرحان كثير لاخواننا الجزائريين، وانا من تونس، وكي تونس كي الجزائر، واحنا ديما مع بعض، وان شاء الله ديما الجزائر فايزه. شكرا. تحيا تونس الخضراء، وتحيا الجزائر الخضراء، وان شاء الله ديما فرحانين. شكرا خوتي. يا السلام عليكم. السلام. مبروك للجزائر ربحت، لكن عجبتني هي ربحت 1-1 دي شاء، لكنها نايس 1 دي ديزيرف تو ماي فريند، يو جيت مي؟ يس. ان شاء الله جود لك وذ ذم. يا ثانك يو فيري ماتش. وان شاء الله وي اول وي غونا بي نايس ماي. ثانك يو فيري ماتش. جود لك تو الجزائر تونسيا ماروكو. السلام عليكم. شكرا. ثانك يو براذر. صحيتو صحيتو.